محرم الحرام لأصحاب المهرجانات الحسينية وأصحاب المواكب وأصحاب التجمعات. قرارات مهمة وبعض النقاط المهمة أرجو الاستماع لها، جزاكم الله خير الجزاء. خلي بالك يا شبابنا الأعزاء، مستعدين؟ كل نقطة راح أقراها على حضراتكم، إذا موافق تقول موافق، ما موافق تقول ما موافق. مستعدين شبابنا؟ يا الله. قرارات خلية الأزمة في محرم الحرام لمحافظة بغداد هي كالآتي: أولاً، ارتداء الكفوف طيلة أيام محرم الحرام عدا يوم السابع من محرم الحرام، يتم خلع الكفوف إكراما لقطيع الكفين وساقي عطاشة كربلاء أبي الفضل العباس عليه السلام. أولاً، موافقين لما موافقين؟ ارتداء الكفوف طيلة أيام محرم الحرام عدا يوم السابع من محرم الحرام، يتم خلع الكفوف ليش؟ إكراما لقطيع الكفين وساقي عطاشة كربلاء أبي الفضل العباس عليه السلام. ثانيا، غلق جميع الدوائر بصورة تامة، غلق جميع الدوائر بصورة تامة باستثناء دوائر اللطم في مجلس أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فتبقى مفتوحة ليلا ونهارا. ثالثا، غلق جميع المدارس غلقا تاما، غلق جميع المدارس غلقا تاما باستثناء الصف الأول الابتدائي للبنات إكراما للطالبة رقية بنت الحسين عليها السلام. رابعا، ضرورة التباعد بين الشخص والشخص الآخر، نقطة مهمة جدا، ضرورة التباعد بين الشخص والشخص الآخر بمسافة متر تقريبا أو أكثر من ذلك الأمر، إلا الشخص الذي اسمه عباس والآخر اسمه حسين لا يجوز التباعد بينهما، لأن العباس والحسين لا يمكن لبعضهما أن يبتعد عن البعض الآخر. أخيرا، من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا عليه أن يقوم بحجر نفسه في أقرب صورة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذا ولكم جزيل الأجر والثواب. انتقال إلى مبدع آخر، انتقال إلى متألق آخر. قبل أن أقدم المبدع الآخر، هنالك شخص لحبه لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، لحبه لأبي الفضل العباس، اشتاق لكي يلطم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهو حاضر معنا بهذا المهرجان الحسيني الولائي الكبير، لذلك سوف نحقق له ذلك الطلب ونجلب له الأداة التي كان يعشقها أثناء المراسيم الحسينية. تعالوا لنرى من ذلك الشخص المحب لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أبي عبد الله الحسين، جعلنا الله وإياكم من أصغر الخدمة. إن شاء الله وإن شئتم أن نبدأ، اسمعونا صلاة تليق بمحمد وآلي محمد. القصيدة الأولى انطلبت من أصدقاء الشهيد هي لدمعتكم، بس أتمنى هدوءكم. شهيد حاضر ويانا، وهذا مجلس الإمام الحسين، إن شاء الله الزهراء حاضرة. بلسان كل صديق وكل أخ قل له شلونك يا الكسرت ظهورنا، شلونك بعدها اخوانك اش ما تقعد على الزاد، عين صورتك عين على معونك. شلونك يا الكسرت ظهورنا، شلونك بعدها اخوانك اش ما تقعد على الزاد، عين صورتك عين على معونك. وابوك يصد على التابوت ويحاكيك بويا وداعت عيونك، ثلاث مرات ربعك يا ابني من رفعوك، تذكرت من لاعب بيك او قلت هسه كبرت ربعك يلعبونك، وانا بدونك صفلوني انوجه من النقاب عليك، ويتبريد لسانش ما يذكرونك، وامك كشفت تابوتك ونشغت، ما هم من هالاصابات، ما هم من هالاصابات، همها من الحمال مزلغم تونك، وتقول لك موش تنساني هدومك هن الهسه بالكنتور، موش احنا نذب هدوم موتانا وقصيتك، وتقول لك موش تنساني هدومك هن الهسه بالكنتور، موش احنا نذب هدوم موتانا وقصيتك، ليش كاتب يا اهل عذروني شنو تقصيرك ويانا، نعاومك نهر مغضب واحنا جروب تعبانه، من فات نعشك عرفت الروح، من ميوجنتك ناقع اللوح، يا فاق دل مثل امك تنوح، كلف الورد لو مات مذبوح،
ويا الغربتي في هاي السدرة طول السنة مبللة الغتر مو تدري ايه تدري بالمكسور ظهر لو شاف هدت خنق عبره ثقل نوم لو قلبك نسان ومن كون ناوم الهجر بسكوت شاليش ما وصيتنا نموت ردتك النعش الصير زاتوت يا نجمة يل ما بالعك حوت ونحن نصلى على محمد وآل محمد. الإمام مقطوع للإمام الحسين نهدي ثوابها إلى كل شهدانا وبالخصوص إلى من اجتمعنا لأجله محمد حميد. السيدة زينب تروي موقف ثناء بالفضل العباس إلى مولاتي أم البنين. شو تقول؟ تقول من طاحن شلتهن حارة جفوفة شنهن توهن مسهمات لضيوفة. حارة جفوفة شنهن توهن مسهمات لضيوفة لو بس يمنى خدت وياي للكوفة من تقف الخطبة اصطر بيها لو بس يمنى من طاحن شلتهن حارة جفوفة شنهن توهن مسهمات لضيوفة لو بس يمنى خدت وياي للكوفة من تقف الخطبة اصطر بيها شف منهن مبلل بس احس عطشان ما بين الحسين وبين الاكبر شان مثل الفاصلة اللي تصير بالقرآن تمتد ما بين آية وآية مثل الفاصلة جب منهن مبلل بس احس عطشان ما بين الحسين وبين الاكبر شان مثل الفاصلة اللي تصير بالقرآن تمتد ما بين آية وآية ابو فاضل رغم جب بين قاطعها ويتراوالهم تمشي على صابحها الشوارف ابو فاضل رغم شبين قاطعها ويتراوالهم تمشي على صابحها الشوارب من لمها البيد شالحها اثخن من عبال الخيمة سألني تقلها سألني على الحسين وعن نحر مرتاح قلت له من شفت رقي الخنجر الذباح سألني على الحسين وعن نحر مرتاح قلت له من شفت رقي الخنجر الذباح بقفل قيادنا شما يفتر المفتاح يفتر المثلث بعيونه انما السيدة زينب عند قصر يزيد وهنا يزيد يقول انا اكرم الكرماء واشجع الشجعان وقالت هنا مولاتي زينب كض حدك وضم وزوال بالغبرة الحسن قد ما كريم مهزل الزبرة نفس اللون كض حدك وضم وزوال بالغبرة الحسن قد ما كريم مهزل الزبرة نفس اللون بس فرق السمع على القاع اصخام وجوهكم واصخام المجدرة الشجرة نفس اللون كض حدك وضم وزوال بالغبرة الحسن قد ما كريم مهزل السفرة نفس اللون بس فرق السمع للقاع صغام وجوهكم وصغام اللي بجدرة الشجرة ما تخفر والكلاها تدود عرقها يمر مضيفة وترجع مثمرة أما الشجرة ما تخفر والكلاها تدود عرقها يمر مضيفة وترجع مثمرة أما عن أبو فاضل بدأ العمر ما تترس عيون الزلم مني صول بس ترسن عيون السهم والعشرة لحد الآن كل من صاطر العباس هلب ماكو بلحيته ومادة الشعرة